السلام عليكم ورحمة الله تعالى. السعودية عاملين فرحة، بيعلقوا الإعلام وأفراح، وعاملين دعوة عامة لكل المريدات اللي بيحبوا يروحوا مواسم الرياض بتوع الهش بشك دول، قالوا لهم تعالوا في ماكدونالدز هيتوزع مجانا. تركي آل الشيخ هيوزع لكم ماكدونالدز مجانا لقد انتصرنا. إيه ده، انتصروا على اليمنيين؟ لا طبعا، بياخدوا على قفاهم. أمال انتصروا على، خدوا حقهم من ترامب لما ذبح مؤخرة الملك سلمان؟ برضه لا. انت اسئلتك غريبه قوي. امال هما السعوديين فرحانين ليه؟ فرحانين في اللي حصل في لبنان، ايه السبب؟ ده اللي هقوله لحضرتك الان، بس بعد ما نشوف الخبر اللي امامكم ده. صحيفه نيويورك تايمز: اسرائيل فخخت اجهزه اتصال طلبتها لبنان من شركه تايوانيه. وطبعا اكيد حضراتكم تابعتم الاخبار اللي من ساعتين تقريبا عن استهدافات حصلت كمان لجهاز الوكي توكي الايكوم، جهاز الوكي توكي الايكوم اللي هو تقريبا صورته زي ما بتعرض امام حضراتكم دي. فده استهدافات اخرى، دي استهدافات اخرى. طبعا في 9 حتى الان، يعني حتى لحظه تسجيل هذا الفيديو، في 9 ارتقوا، غير اكتر من 300 او 400 في المستشفى، والكلام ده كله بتلقوا العلاج. فدي استهدافات اخرى. وبالمناسبه بس اللي حصل ده يخلي امه العرب والمسلمين، المفترض نصنع حاجتنا بايدينا، تتفق مع لبنان، تختلف مع اليمن، ترفض اللي بيحصل في القطاع ده، بيوريك انك لازم تصنع ايدك، بيوريك ان ممكن في لحظه، سواء انت في السعوديه، انت في مصر، انت في مدغشقر، الموبايل اللي في ايدك ممكن يتم التخلص منه في ثانيه الا ثانيه، لانك للاسف انت بمجرد مستهلك. فالأمة العربية المفترض تصنع حاجتها بإيديها، ده اللي قاله الدكتور مورسي، نصنع دوائنا وسلاحنا وغذائنا والقصة دي كلها. الأجهزة البيجر دي جت من 5 شهور، يعني أثناء المعارك اللي شغالة والكلام ده كله، وصلت إلى لبنان، ومن خلال الشركة، من خلال وسيط، من خلال اللي خلاله، تم زرع الحاجات اللي حصلت امبارح في لبنان. 18 سبتمبر 2024، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين أن إسرائيل أخفت متفجرات داخل دفعة من أجهزة اتصال بيجر تايوانية تم استيرادها إلى لبنان، توريدها إلى لبنان أو تصديرها إلى لبنان. وقال المسؤولون أن لبنان طلب من شركة غولد أبلو التايوانية أكثر من 3000 جهاز اتصال، وأضاف أنه تم زرع مادة متفجرة صغيرة الحجم بجانب بطارية كل جهاز. وأوضحوا أنه تم التلاعب بأجهزة الاتصال التي طلبتها لبنان قبل وصولها إلى بيروت، وإن الناس تستخدمها. العدد وصل ل4000 واحد في لبنان. طيب نروح لمرحلة السعودية. السعودية عاملين فرح يا جماعة، وفرح كبير جدا وأكبر من فرح العمدة، تمام؟ السكرينات اللي أمام حضراتكم دي، بصوا عشان بس اما اقول لك ورب الكعبة ما هم بأمة محمد، انا اسف في جملة بتقول حاضر يا عبد الرحمن، حاضر. ده واحد اسمه هاني مسعور، هاني مسهور، هاني بربور. المهم يا جماعة انا مش عارف اقرا الاسم، بس هو هاني بربور، هاني مركوب، هاني مسعور، هاني طرطور، هو حاجة في الاطار في الاخر. بيقول لنتنياهو سيده، طبعا هاني ده بيقول لنتنياهو سيده وتاج راسه وولي امره، وبيحمله السيده بتاعته في البيت، باعت كاوبوي بيحميها، بيقول له تصبح على خير يا نتنياهو، لكن تذكر انه يجب عليك اكمال المهمه في اليمن. ليه يا هاني؟ علشان انا ما بقدرش على اليمنيين، هاني زعلان عشان ما بيقدرش على اليمنيين، فعايز راجل يجيب له حق مراته من اليمنيين. حلوه؟ تمشي. لا والله تمشي. هاني مسعور دلدول ابن سلمان، زعلان من اليمنيين، فرحان في اللي حصل في اللبنانيين، وزعلان من اليمنيين، فعايز نتنياهو يجيب له حقه اللي اتعمل في اهل بيته من اليمنيين، مع ان اليمن والله اهل شرف وكرامه ومروءه، وما بيجيش ناحيه النسوان اللي زي هاني بربور. اللي بعده. حلو بقى، اللي بعده. طرد الاسمري، برضه مشير الاغنيه بتاعت نتنياهو في الصوره دي يا جماعه، ده فيديو لو تلاحظوا مكتوب 39 ثانيه تحت. نتنياهو كان بيغني وبيصفر، الفيديو ده قديم على فكره، بس السعوديين انت فاهم يعني، انت فاهم. بالمناسبه انا هكمل لك السعوديين. فاكر الصاروخ الفرد صوت اللي خرج من اليمن ووصل لتل ابيب على مقربه من مطار بن جريون؟ اوامر من نتنياهو راحت لابن سلمان، لو شفت لجنه من عندك ولا قناه العربيه بتحتفل بالصاروخ ده، انا هشيل طقم الحراسه اللي موجودين على غرفه النوم بتاع زوجتك، وما تزعلش مني لما يعبسوا بقى ابيها، ما تزعلش مني. فشوف قد ايه المتسعودين انصار ابن سلمان سخروا وحطوا من موضوع الصاروخ الفرط صوتي بشكل غير طبيعي. اما قناه العربيه ما علقتش على ادنى درجه من تعليق الاحداث اللي حصلت على الصاروخ الفرط صوتي قدر القناه 14 الاسرائيلي بتاع بن غفير وسموتريتش،
ما علقوش زيه، ما علقوش زي قناة العربية، ما علقتش زي قناة ال14 الإسرائيلية. نكمل مع المتسعودين، أنصار بن سلمان، أحفاد عبد الله بن أبي بن سلول، الردع السعودي مش عارف ايه 1727، ده يعني ايه 1727 ميلادي؟ اوعى يكون بيهزر ان تاريخ تأسيس السعودية في الوقت ده، ده جدهم الأعور ما كانش لسه موجود ولا جد جده يعني. امتلاء المستشفيات في لبنان مش عارف بعد ايه بقى كذا كذا، انتهت صلاحية الزيول ليس امام مش عارف، كما باعت ايران الاخواني مش عارف ايه ابا العبد، ها هي اليوم تبيع مش عارف ايه في لبنان كالنعام. يا ده امال اللي بيحمي يعني لما يكون هناك حد بيحمي زوجتك ده معناه انك انت لراجل. طيب ابراهيم السليمان ده يا جماعه، ابراهيم السليمان ده يعني حرفيا ليل زي نهار مقضاها في موسم الرياض يا ابني. طب وزوجتك؟ هو مطمئن من الكاوبوي للكاوبوي الامريكي اللي واقف على غرفه النوم وبيحميها له، هو مطمئن، والبعض بيقول له خلي عندك ثقه في الكاوبوي الامريكي، هو راجل ثقه يعني. كل من لا يمنح جهاز اتصال بيجر من رعاية مش عارف محور الممتعة، الممتعة يا ما الممتعة موجودة في موسم الرياض ده، في اختلاط وحاجات وبقى تبادل. المهم يعني المهم هو بين قلمين مش عارف ايه. نفس اللي بعده اللي بعده، عمر شاف السبيعي، الافراح تعم بلاد المسلمين. لا ورب العزة، لا ورب العزة، بس ماشي ما علينا. مش عارف حزب اللات والعز، يا ابن اللات والعزة دول انت احفادهم، انتوا احفاد من كانوا بيعبدوهم، بس ماشي يلا. اللهم مش عارف ايه من عملها في الضاحية الجنوبية ومش عارف ايه والبلاد المسلمين والكلام ده كله ماشي. كتير يا جماعة من المتسعودين كانوا شمتانين جدا جدا في اللي حصل في لبنان. طيب الشماتة علشان يبرروا الشماتة بتاعتهم قالوا لك احنا شمتانين ليه ليه ليه؟ لان اللي في لبنان كل التغريدات حتى زي ابراهيم اللي امامكم ده لو دخلتوا على صفحته كل هؤلاء شمتانين، لانه بيقول لك ايه اصل اللي في لبنان ساعدوا بشار الاسد واحنا شمتانين عشان اللي عملوه في اخواتنا في سوريا. جميل، بس في سؤال بسيط جدا قد كده، لنفترض ان اللي في لبنان ساعدوا بشار الاسد وهو حقيقي وخلصوا على 50,000 سوري ارتقوا لله عز وجل، المليون ونص سوري بقى اللي من ال 50,000 مين اللي خلص عليهم؟ اللي امامكم ده اللي ابن يستقبله في مكة المكرمة، بشار الاسد مع ابن سلمان بيستقبله في مكة المكرمة. يعني لو شوية الانطاع المنبطحين السعودة المتسعودين احفاد عبد الله بن ابي بن سلول واحفاد بنو قريظة لو كان غرضهم الاساسي في الشماتة في لبنان هي غرضهم من اجل اللي بعض اللبنانيين اللي تابعين للحزب عملوا اللي عملوه في سوريا، فابن الكلب استقبل بشار في قلب مكة المكرمة. ها انا بس بوريك ان فكرة اصل بيلصقوها في اخواتنا في سوريا اللي عانوا الامرين فعلا ملهاش علاقة. اللي يثبت يا عبد الرحمن غير استقبالهم لبشار الاسد؟ اقول لحضرتك هل اخواتنا اللي في القطاع لهم علاقة من قريب ولا من بعيد ببشار الاسد ودعموه ضد الشعب السوري؟ يوك نو صح؟ لا ما حصلش. طب جميل، ليه السعودة المتسعودين والإماراتيين وأنصار السيسي برضو شمتوا في ال42,000 اللي ارتقوا لله تعالى في القطاع؟ ملهاش حجة، هم واخدينها فقط لغير صورة لشمتتهم في القطاع، شمتتهم في اللي بيحصل في اليمن لما بناء الحديدة، شمتتهم باللي بيحصل في لبنان، هي نفس الشماتة. لأن لو ما عملوش غير كده الإجابة واضحة، نتنياهو واخد يمين طلاق من سارة ان يا ابن سلمان انت والذباب واعلامك وقناة العبرية اللي عرضت لك في الفيديو الماضي واللي لو ضغطت هنا مباشرة هيظهر لك الفيديو بتاع قناة العبرية وازاي الاعلام الاسرائيلي بيحتفل بيها. موضوع بسيط، نتنياهو قال لو ما نزلتش تدعم يا ابن سلمان عملية الاجهزة واللي حصل في لبنان وتخلي لجانك تطلع تشمت مش هتلاقي واحد حارس من اللي موجود على الباب بتاع غرفة نوم زوجتك بيحميها. ابن سلمان قال له سمعا وطاعا يا سيدي، طالما انت بتحميها لي وانت اللي هتكون ختم ان اكون الملك. فالمتسعودين خرجوا بالطريقة اللي حضراتكم شفتوها وبتشوفوها على تويتر، ادخل شوفهم كده هتلاقوهم كلهم بيتاجروا حتة الشماتة، اصل دول ساعدوا بشار. طب ما ابن الكلب استقبل بشار اهو، ايه يا جدعان؟
اهو ما هو مستقبل بشار، ابن الكلب مستقبل بشار، ولا انا غلطان؟ بشار وحش، وانا اصلا ادخلوا على القناه بتاعتي يا جدعان من زمن وانا ضد بشار، وادخلوا على قناتي من زمن وانا ضد الحزب اللي في لبنان واللي عمل وساند بشار، وضد ايران واللي عملته مع بشار. انت بقى اما انتقد بشار الناس ما تجيبش قصه بشار، انتقد قصه عندنا ما تجيبش سيره الصعيد، انتقد تبون ما تجيبش سيره تبون. كل واحد شايف الرئيس بتاعه او بعض انصار الرؤساء شايفين الرؤساء بتوعتهم ملوك. ما لما هم كلهم حلوين احنا هنشوف المستنقع ده ازاي؟ لما كلهم حلوين ازاي الامه العربيه كلها منكوبه بهذا الشكل؟ لكن ما علينا، مش قصتنا. الواحد موقفه معروف والناس عارفه، بس هو بيحب يدولب لك كل انت بتهاجم كذا يبقى انت تبع كذا، انت بتعمل يبقى انت زي الناس اللي في الكومنتات بيقول لي انت تشيع. طيب يا حبيبي انت طنبوش، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارض اللهم عن ابا بكر وعمر وعثمان وعلي والسيده عائشه وكل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ما فعل في اما يفعل الان في اخواتنا في القطاع من شماته وفي لبنان، ده ما لهاش علاقه غير حاجه واحده بس، انت واخد اوردر الكاوبوي الامريكي هيتسحب من على باب غرفه النوم بتاعتك. ساعتها ما تزعلش، قبل ما يتسحب قبل ما نسحبه ما يعبس بيهم هم في غرف النوم الاول. هي دي القصه كلها، رايحين يلزقوها ليك ان احنا بندعم اخواتنا في سوريا. طب ما تاني، انا اسف والله، سامحني سامحني سامحني، ابن الكلب ده استقبله اهو. فانت في ايه؟ ما تتجرش ما تتجرش، انتوا فقط لا غير خرجتوا من المله. سلام عليكم.